يا السلام عليكم ورحمة الله، معاكم زيكا. وأرتيتا اللي بيعجبني فيه إن الراجل دوت بسيط جدا، يعني واخد الكورة كأن هي حاجة سهلة، مش اللي هو إيه بيعقد الدنيا وبيكبر الدنيا ولازم يشغل دماغه 24 ساعة بالزيادة. لا يا باشا، الدنيا سهلة أوي. الراجل قال لك بص، يعني أنا عندي ميزة لو هي إيه، الضربات الركنية والضربات الثابتة، يعني أنا مميز فيها وجبت واحد مخصوص عشان يخليني مميز فيها، فخلاص هلعب عليها وأجيب أجوان. تمام، انا عندي كمان ميزه، يعني عندي دفاع حلو، مفيش مانع بعد ما اكسب اركن الباص شويه، مفيش مشكله. مثلا يعني اما يجي يلعب الفرقه اللي قدامه يقول لك الفرقه ديت نقطه ضعفها ايه؟ والله الفرقه ديت نقطه ضعفها من هي تعبانه فشخ في الكرات الثابته، فهلعب لها كرات ثابته. يقول لك مثلا الفرقه دي نقطه ضعفها ايه؟ مثلا يعني ان مش بتعرف تخرج بالكوره، يعني لو عملت عليها ضغط عالي فانت كده خلاص زنقتها وهتاخد الكوره منها. ده ببساطه اللي ارتيتا عمله النهارده. قال لك باريس سان جيرمان اول حاجه فرقه ما عندهاش شخصيه، طبعا يعني ما يعني مهما وصلت هي برضو فرقه عديمه الشخصيه، ودوت منين؟ مش من المدرب ومن اللعيبه، مش من الحكم، لا من الاداره. يعني هات رئيس النادي كده وين دوت اللي تحاسبه، ده اول حاجه. تاني حاجه، تعالى بقى في التكتيك وفي كره القدم، يعني باريس سان جيرمان اي بص مركز شباب يضغط عليها هياخد منها الكوره، يعني فرقه ما بتعرفش تخرج بالكوره. كان طبيعي جدا ان ارتيتا طول ال 90 دقيقه بيلعب عليهم ضغط عالي، مش هخليك تطلع بص من عند ملعبك من ال 18 بتاعك، مش هتحصل، مش هخليك تطلع. دي كانت تاني حاجه. تالت حاجه، باريس سان جيرمان خرا في الكرات الركنيه والكرات الثابته، يعني اي حد ممكن يلعب عليهم يعني ضربه ركنيه او كره ثابته بتخش فيهم جون عادي. تالت حاجه مخصوص ارسنال قوي فيها، فبالتالي النهارده ارسنال جاب 2-0 مع الرافه، اقسم بالله العظيم. يعني تحس ان هو بعد ما كان بيجيب جون كده بيقول لك طب ما مرجع، يعني ايه المشكله مرجع؟ هو ما يعرفش اصلا ان هو لو كمل ضغط على باريس هيجيب منها عيال. يعني كان بالنسبه لي قرار غريب جدا من ارتيتا، ان هو ايه انت بترجع ليه؟ والله العظيم انت كنت ممكن تخلص، لو انت ضغطت كده على باريس سان جيرمان الماتش هيخلص معاك 4-5 ومستريح. يعني ما تفتكرش بس ان انت هتشقى بقى ولا تيجي معاك، لا 4-5 مستريح. ولكن مش عارف، هو قال لك بص بقى انا هلعب شويه ايه دفاع، يعني بعد ما اجيب الجون كده هدي الكره لباريس، يعني تقعد استحواذ سلبي، تقعد تحرك الكره يمين وشمال. يعني انت الهجمات الخطر ما فيش تقريبا غير هجمتين خطر من باريس سان جيرمان طول المباراه كلها، طول 90 دقيقه ما فيش تقريبا غير كورتين كده خطر هما اللي ايه جم على الارض. ارتيتا مدرب حلو، مدرب يعني بيخلي الدنيا سهله، ايه يعني ما عندوش فزلك، يعني دي اهم حاجه في الكوره، ما يبقاش عندك فزلك. شكل باريس سان جيرمان وحش قوي، يعني ان انت تخسر بالاداء ده، وفكك بقى من جو ان انت كان معاك الكوره شويه في الشوط الثاني، عشان اصلا انا وانت والناس كلها اللي بتتفرج على ايه على الماتش دوت عارفين ان دوت استحواذ ملوش اي 30,000 لازمه. هو ارتيتا قال لك خد الكوره ايه يلا مشي رجلك شويه وانا هتمرن شويه في الدفاع، يعني اما امرن نفسي اشوف نفسي انا بدافع ازاي. فانا بقيت بحب ارتيتا، يعني راجل. طب تاني ماتش بقى، انت عندك برشلونه، يعني هي ابتدت تعودنا يعني على الاربعات والخمسات والستات تقريبا، يعني الستات داخله في الطريق، ان بقت عادي يعني كل ماتش لبرشلونه لازم تجيب فيه بلس 3، يعني بلس 3 ده كده ايه قليل، يعني 3 4 5 في الرنجات دي. ف يا عم فيليك ايه يابا بالراحه، الكلام ده كان زمان، انت الموضه بتاعت الاربعات والخمسات والجوان الكتيره ديت كان زمان، انت دلوقتي هترجع ترجع الموضه ديت؟ بالنسبه لي فيليك بيمشي على خطى ثابته مع فريق برشلونه نحو تحقيق حاجات حلوه، حاجات فشيخ، حاجات اللي هو ايه من ذكريات بايرن ميونخ، نفس الاسلوب بتاع بايرن ميونخ، بيبقى غشيم في الهجوم وضعيف شويه في الدفاع. ولكن بكل امانه مع برشلونه فيليك، مع برشلونه مش ضعيف دفاعيا زي ما كان مع بايرن ميونخ، بل هو بالعكس احسن بكتير، ونفس الغشامه الهجوميه اللي كانت موجوده مع بايرن ميونخ. ففيليك طب النهارده في كميه اهداف كتير فشخ جت النهارده، انت عندك مثلا يعني السيتي كسبان 4 من فرقه كده ما حدش يعرف اصلا هي فين في الوجود ولا في اي دوري، ولكن هي فجاه تواجدت معنا في دوري الابطال. السيتي كسب 4، انت عندك انتر كسب 4 وكمان قال لك انت هتعلق عليا، يعني قال لك لا. برشلونه كسبت 5، يعني اللي قلت منهم هي الارسنال، ما كسبت 2. بص بقى التقيله التقيله، انت عندك بروسيا دورتموند كسبت 7، اللي هو ايه ده ما كانش ماتش دوت، ده كان ماتش ايه ده اللي بيكسبوا فيه 7؟ يعني الارقام دي بسمعها نادرا، وفي تشامبيونز ليج وكسبت فرقه سلتيك، يعني سلتيك مش فرقه ضعيفه للدرجه دي، او مش فرقه صغيره للدرجه دي. مجمل كان يوم حلو، عقبال بقى ايه ما تشوف ايه بكره بقى عامل ايه. وبس، وخير ولا يسخر، انا معاكم زيكا. لو انت لسه مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، واعمل لي لايك وقول لي رايك. ولو انت لسه مش عندي على الفيسبوك تعال عندي على الفيسبوك هتتبسط، واعمل لي فولو
وايه؟